وعيونه حلوة وعسلية سهاني يا خال وشرد مني وانا دبت فيا لحنية ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال ظالم كان عندي غزال كف محني دي 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 كان عندي غزال كف محني مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محمود وين محروس وين الياس وين حسين مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محروس وين محمود وين الياس وين حسين ومرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين روشي روشي يلا وخلي الصبوحة شحرورة تغني ويهز البارون مرحب تعين ومرحب تعين وين نهدى بيكي وين وين مسعود وين محمود أهلين بي أهلين يا هلا قموري الحلوة يعطيك العافية الله يعافيك ويخلي لي اياكي يا قمورة شلوني منيحة الحمد لله اشتقتي لي طبعا اشتقت لك لكن ما اشتقت لكش تفضلي يا مييزة هذه هالمقشي هذه هدية مني إلي هي ما هي بي بي إيش المطرحة هيك ها هذه اسمها مقشي مش مثل مقشتنا القديمة انكسر ظهري وأنا عم كنس فيها قديمة؟ لا يا مييزة لا بزعل منك ها لا تحكيش هاي قديمة ليش؟ مثل ما عم قلك هالمقشي هذه هالقديمة غالية علي كثير معقول يعني هذه المقشي غالي عليه؟ طبعا طبعا يا مييزة لانه هالمقشي ورثني اياها المرحوم الوالد الله يرحم ترابه يعني مثل ما لك شايفه هذه نصها ذهب ونص الثاني ما ذهب مش عم بفهم عليك شي يا بي طبعا هذا لغز تلفزيوني وزنك ذهب كمان ما فهمت شي وك يا مييزة يا حبيبتي نصها ذهب يعني طار راح ذهب ونص الثاني ما ذهب يعني لساته موجود ما طرش بعد لسا رح تشتغل بالبيت تفضلوا الغدا جاهز مرحبا يا مييزة شلونك عساكي مريضة؟ الحمد لله مريضة شو هم؟ يا سلام سلم المجدرة تتكلم أنا روح قلبي المجدرة مع البصر بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لي شو صار معك شفت لخيك خليل خليل وشلون بدي اشوفه يعني المنظوم عليت رايته بعد ما صار رئيس الجمعيه الفلاحيه وابيرضاش يقابل مخلوق يخلق الا بموعد مسبق بس انت خيو والمفروض ما يكونش بيناتكم مواعيد رسميه هيك المفروض بس خليل افندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش شايف حد قدامه لخيو ولميو كاني اني حرف ساقط وبيستحي مني الافندي فشرت عيونه وليش لحتى يستحي فيه انت فلاح وهو فلاح بقى شو الفرق بيناتكم الفرق انه هو قوي وغني وكلمته مسموعه واني فقير وضعيف وحقوقي مبلوعه يعني ارض كل الناس بيعرفوا انها الك بقى ليش؟ هلق شو بنا بالماضي يا أمي إذا خلاص اللي راح راح وأبناش نقلب مواجع صدقيني يا أمي إذا أني مش زعلان عشان الأرض يلي ما قدرتش حصلها منه أني زعلان ومقهور لأني مش عم بقدر صلح قطعة هالأرض الصغيرة البقياني عنا طول بالك بي كل شي بينحل على القليل مشان صحتك مش بيدي يا أمي إذا مش بيدي الواحد لازم يحسب حساب لأنه الزمن ملوش أمان ملوش امان غدار يعني معروفي يوم بيخليك فوق ويوم بيخليك تحت معروفي مييزة طيب انا عندي راي هاتي لشوف ليش ما بترهن البيت حتى هص هص
لا تجيبيش هالسيري على لسانك بتاتا، قال ارهن البيت قال. عال والله، هذا اللي كان ناقصني حتى تقبل معي. خير يا ابو ميادة؟ لا 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 افشي ابدا، اعطيني كاسة مي الله يرضى عليك. روشي روشي. يعني انا مش حارق قلبي الا هالكلم الطويل العريض اللي ما طلع منه ولا 20 سحايه عنب. الله وكيلكم يا جماعه، الله وكيلكم، حق السماد اللي دفعته للدواني ما جبته. يعني ارضي انظم، قسما بالله شجره التفاح يلي كانت تجيب بموسمها 400 كيلو هلق بهذا الموسم ما جابت 20 كيلو. هسه بدنا نظل نحكي بهالقصه؟ امر الله وحصل، الموسم مضروب والكرم معطوب، بس الرزق من عند رب العالمين بعد اسمه مكتوب. والنعمة بالله ما نقولش لا، بس كيف بدنا ندبر امورنا؟ كيف بدنا نوفي ديوننا؟ انا من جهتي نويت بيع ارضي، والا قسما بالله بسف تراب انا وعيالي. على عيني، بس مين بده يشتري مني؟ يعني في غير خليل؟ قولتك، هذا بتفرقش معه لا اذا انضرب الموسم ولا اذا الارض بارد، المال مكدس فوق قلبه تكديس. وكله من استغلال الناس. طبعا، هاي ابو ميادة خيه من امه وبيه ومع ذلك ما وفروش. حتى الارض اللي خلف له اياها بيه سطالوا عليها. الله يسامحه، شو بدنا نعمل معه يعني؟ ذمته واسعة، يصطفل منه لربه. هات شاي يا ابو معذب. شو صار مع بيي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص 300,000 ليرة مشان يصلح فيهم الارض. والله يا بنتي بعد ما انضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري، والفلاحين كلهم عم يبيعوا أراضيهم حتى يعيشوا، بقى منين بده يتدين المسكين؟ يعني معقولة أفيش حدا بالضيعة معه مصاري؟ في بس قلال. مثل مين يعني؟ مثل أبو دعاس مسار الأراضي وأبو سعيد الدكنجي. طيب ما يروح لعندهم يتدين منه؟ بيي حقاني والناس بحبوه. هذول الناس بخافوش الله وشروطهم قاسية وبيمصوا دم البني آدم مثل العلق، الله لا يشبعهم. يعني ما راحش لعند حدا؟ راح بس ما مشي الحال. طب انا عندي فكره. شو هي؟ السبيي بحطاش واطي لعمي خليل، مش هيك؟ هيك. طب خليني اروح لعنده بلكي بقنعه. بشو بدك تقنعي؟ بلكي بدينا شي 400,000 ليره، منه نربح 100,000 ليره ومنه نصلح الارض. الهي صلحوا رقبته. طب بلكي بيحن علينا؟ شلون بده يحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفني إياها. طيب خليني أجرب. والله ما بعرف يا بنتي، هو المفروض إنه يقدر زيارتك إله، وخاصة إنك بنت خيه وكان يحبك كثير وإنت صغير، بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا. أما إسه وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه، بعرفش إذا كان بيستقبلك. طب خليني حاول، لأني حاسة بوضع بيي كثير، وبعرف إنه هو عم بكابر على حاله مشان ما يضايقناش بهمه. بس بخاف يا ميادة إذا ميادة إجا بيك. ميادة وينك يا بنت هاي؟ أهلين بيي. أهلين. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا ستة. ملا أنت هاي جبت لك هريسة اللوز يلي بحبها قلبي تقبري عظامي قبر. يسلموا دياتك بيي، ليش معذب حالك؟ أفيش عذاب، عذابك راحة يا تقبرين هاي. تقبشيني قبش. شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالقهوة عم نطق حنك مع المعترين المعذبون في الأرض. تعرف يا ميادة؟ شو؟ ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها. بخصوص شو؟ قالت إنه حابة تروح لبيت عمها خليل وتحكي معه. شو؟ بتروح لبيت عمها خلال؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خلال؟ شو روح؟ شو روح؟ شو الفكرة؟ ما يلا تعملينا بريق متي. يلا أمي يلا. شو الفكرة يعني؟ ليش بتروح لعند عمها خلال؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خلال؟ قسما بالله. إسا فهم شو الفكرة؟ Thank you.
اهلا يا حي الله. مرحبا طبيب. عمي جوا؟ جوا، تفضلي بالبستان، تفضلي. اهلا وسهلا. النجيلات كلهم هذول قطفهم، ها؟ ايوه حشهم كلهم. نظف تحت بيوت هالبطيخ كله، نظفها. يا غزوان بس تخلصوا خذ البيكاب وجيب السمادات معك. ايه مرحبا عمي. اهلين عمي يادا، اهلا وسهلا. اهلين فيك، تواخذنيش جيتك ولا موعد؟ ولا عمي، اهلا وسهلا بالحباب والقرابين. فيش موعد يا عمي. الله يخليك. يا اهلا وسهلا، تفضل يا عمي تفضل. شو بتشرب يا عمي؟ لا عمي بدي اشرب شي، كثر خيرك. شو شايف جاي لحالك؟ وينو بيك؟ بيي مشغول شوي، وانا حابب اجي لعندك لحالي. بس تفضل. قعدي عمي قعدي. خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟ يعني بلا طول تصيري ومختصر الحديث، بيي متضايق كثير. كر شو مضايقه؟ الارض اللي عنده كلسية ومالحة وبدأ شغل وتصليح حتى يرجع يزرعه وتدر عليه. بصراحة بصراحة يعني خايف إذا أهمله ضيع منه مثل ما ضاعت الأولانية. شو قصدك؟ أبقصد الشي بس يعني. هلق بلا بسبسي، إذا كان بيك بعثك مشان قص الأرض الأولانية اللي فاكر بعقله الصغير إنه بيه ورط له إياها، فهذا الموضوع انتهى من زمان. عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي، مثل ما لك شايفة الأرض هي امتداد لأرضي، وبي الله يرحمه ويحسن إليه أعطى كلام شفه لبيك بخصوص هاي الأرض، فقام بيك بعقله الصغير قربط بهالأرض بيديه ورجليه، وبيك للأمانة ما معوش طابو بهالأرض. وأنا لما قدمت للدولة إثباتات وتحقيقات وشهود ما كانوا سجلوا لي هالأرض باسمي. مزبوط ولا لا ولك يا عمي؟ يعني عمي أنت زلمي واصل وبتقدر تعمل يلي بدك إياه، والعالم كله بتصدقك. طيب وبي زلمي ميادة أبي سواش تحكي مع عمك بهالطريقة هي، أحسن ما أزعل منك. ها الزم حدودك وعارف شو عم تحكي. انت لساتك صغير يا عمي وما بتفهميش بهالمسائل هي ابدا. بس يا عمي بيي واقع بضيقه كبيره وصفيان على الحديدي يعني، ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملك. بلا عفيفي بلا شريفه، اصلا عيب علي يبعثك لإلك، هو قاعد بالبيت مثل النسوان. هو مبعثنيش، انا جيت هيك من حالي. ولك اسا بلا لف ودوران، قولي لي شو بدك من هالزياره وريحي لي قلبي. بديش شي يا عمي، كثر خيرك. ولك يا عمي قعدي، ولك قعدي عليتي لي قلبي، قعدي واحكي لي شو بدك وبقي هالبحصه اللي بتمك عاد. ولا عمي ليش هيك عم تحكي معي وكاني عدوتك ولا غريبه عنك؟ عمي ميادة اتركي العواطف على جنب واسمعي شو راح اقول لك اسا. عمي انا انسان عملي وراح اعرض عليك عرض، لو كان صح لجدي ما كانش مات. شو هو؟ انا من رايي بدل ابوك ما يدين مصاري مشان يصلح عرضه، لا ابيع احسن له وبلال وجعت هالراس، وانا مستعد عم اشتريها منه وادفع له حق كاش وعلى دوز باره. انت بتعرف يا عمي العالم مفلسه هالايام وفيش حدا معه مصاري يشتري من حدا، الناس ماكل الهوا بالملعقه يعني. وانا لو ما كان بيك خيي والظفر بيطلعش من لحمه لك يا عمي ما كنت اشتريتها منه بصراحه يعني. يعني اذا كان بيي خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح، دينه هالمصريات خليه يصلح فيهم الارض بلكي بتصير مصدر رزقنا، لانه نحن ما بنقدرش نستغني عن الارض. لا والله يا عمي ما حذرت منه، أصلاً أنا إذا نويت إنه دينه لبيك فبده يرد لي المبلغ مضاعف، وأنا بظن يعني إنه بيك مش قد هالحمل يعني. يعني بدك تاخذ منه فايض؟ سميه مثل ما بدك، بس المضطر يا عمي بده يتساهل، صح؟ يعني ما عندكش غير هالحكي؟ لا والله يا عمي فش، هذا الموجود. إيه تواخذناش عمي، ضيعنا لك وقتك. هاي قلة لميادة بده يشتري الأرض؟ قول بده يلهفها، بده يسرقها مثل ما سرق الأولانية مش يشتريها. هذا هو خليل من يوم يومه دقي المي بتبقى معي. أصلاً أني ما كنتش بدي هزيارة تم من عين أصلها. معلش يا أبو ميادة معلش، من ورا هزيارة عرفنا كيف بفكر. ماشي الحال ماشي الحال يا خليل، أنا بعرف شلون أتعامل معك من هلق ورايح. أخ أخ شبك يا أبو ميادة؟ في شي؟ لا لا سلامتك ما في شي. قل لي
شو واقف ناطير انا ناطير وإلي خاطير قلي شو واقف ناطير انا ناطير وإلي خاطير بدك تطول ولا رح تنام هنيك لا بطولش برجع على المغربيات بدكم شاي لا ابدا سلامتك الله يسلمك بي دير بالك على حالك وكون على الطريقة مشان صحتك لفت لك عروستين وحدة بلبني ووحدة بزعتر يسلموا هديات يا حبيبتي يخلي لي اياكي يلا سلام عليك يلا بخطرك الله معك الله يسلمك سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين صباح الخير ام ميادة صباح الخيرات يا هلا هلوين يا مهون والله رايح على ضيعة عنكبوتة السلطان ايف بعيد عليك كتير لا مش بعيد ولا شيء كله ساعتين زمان برتاح شوي بضيعة هذه شو اسمها هذه خرادة البقار بعدين بكمل مشواري وشو بدك تسوي بعنكبوتة السلطان بدي زور مختار عنكبوتة السلطان صيح بكثير صار لي زمان ما شفتوش عالعافية السلام عليكم وعليكم السلام. السلام شلونك يا طريف شلونه خيي ابن امي وبيي الحمد لله عمي ابو مياده داعي لك بالخير داعي لي بالخير لساتك هاضمه وعم تشتغل عنده طبعا عمي ابو مياده ليش انا الي غيره لا ملوش غيره قال الله يهنيك فيه يا عمي اخي خلال خلال كاني شايفك مشقرق اليوم شو يعني حليت مشكلتك الحمد لله رب العالمين فرجها وزاد بعد اسمه هالرب بيقطعها من قرني بيوصلها من قرني السلام عليكم وعليكم السلام يلا ها بالي رايح عمي ابو ميادة راح لعند صاحبه مختار العنكبوت يلا السلام عليكم وعليكم السلام اها وشو راح يساوي عم مختار العنكبوتة بعرفش يا سيدي بس شفت لك يا مبسوط كثير وقعد لك على حماره وبايده شنطة صغيرة وعم يقول لأهل الضيعة انه رب العالمين فرجها عليه يعني قبلك راح استقرض مصاري منه؟ علمي علمك يا سيدي بقلي لك بعض؟ لا بديش بيض بتزبط لي نفس الأرقيلة حاضر شو رأيك بهالمسجلة يا مييزة؟ هي بهيبة كثير بتجنن بتاخذ العقل إلا مهيوبي هذه هدية مني إليك حتى تسمع فيها مييزة الحناوي وديانة حداد ونشوى كرم ورويد عطية رويد عطية بعد هذه سوبر ستار اسلموا ايديك بيي اسلموا ايديك بس ليش معذب حالك أكيد هي غالي كثير لا أفيش شي بيغلى عليك يا بنتي ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي وهي الله بعد اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد يعني تراب الأرض صار مثل الحنة وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد ربي الله يجزيك كيف بختار العنكبوتة شو إنه زلمي أكابر وقلبه من الله لكن يا أمي إذا لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت سبحان الله يا ميزة يعني أحيانا القريب بيقرصك بس إنه يفتو والغريب بيداويك بعطفه ورحمته سبحان الله بقلوب البشر ليك بيش أنا يا أم ميزة ولشو جاي هذا لعنا يخرب بيته مثل البوق أكيد جاي يشمشين العافية عمي أبو ميادة هلا طريف إيش لونك الحمد لله دايلك بالخير خير إن شاء الله شايفك عم تجدد عفش بيتك إذا ماني غلطان
اي والله عم نجددوا. ربك كريم، الحمد لله على نعمه، ربك فرجها وزاد. تفضل اعملوا له عصير يا امي ياذا. لا 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 شكرا كثير عمي ابو مياذا، مستعجل شوي، بس يعني كنت مارق من هون، قلت ما حلو يمر وما سلمش علي. إيه لكن انت ابن اصل يا طريف. شكرا كثير عمي ابو مياذا، على العافيه ان شاء الله. الله معك وقلبي داعي لك. قلبك يسلم علي. قال سلم على اخي خليل بايك. واصل. الله لا يسلم فيه ولا عظمه، هو ومعلمه. تفضل تفضل اشرب الشاي يا شباب. تعي يا مييزة، تعي نجرب المسجلي. وين الكتالوج؟ تعي عيدي حدك. وين العرباي؟ هذا ما بعرفش انه لغه. هذه شو هذه؟ وين عرباي؟ وينه؟ هذه العربي. هذه نظام التشغيل. ضع القابس غير المتوفر مع الآلي بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت، ثم اضغط اضغط المقبس. شو هذا، عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شي؟ هذا عربي أكيد. عربي؟ آه. طيب شو هذا القابس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ أنا كمان بعرفوش. أصبع خشنا البياع، أفيش كلام، لازم نرجعها هذه الآلي. مثل ما عم قلك يا سيدي، عم يجدد بيته كله وجاي فرش جديد ومسجلي وكراسي وضحك وتم وشبر. قر من جت المصاري؟ هلك امبارح كان اندبوري، ولك اندبوري ما معه متليكة بيضة صلح فيها أرضه وحالته بالويل. معقول؟ من جت المصاري عم بعزق فيها منين؟ والله يا سيدي شغلة غريبة مش عارف. يا قسما بالله فرحت لك من جوات قلبي يا أبو ميادة، وإن شاء الله ألف ألف مبروك، أنت بتستاهل وقلبك أبيض. الله يبارك فيك يا أبو فياض، قسما بالله تراب الأرض صار مثل الحنة بعد ما استصلحناها. إيه الله يبعث لنا أولادين الحلال اللي إحنا الثانيين ينشلنا من الهم اللي إحنا فيه. ربك كريم يا أبو متعب، ربك كريم. أتقطعش أملك من رحمة ربك؟ أنت وأراضيك خصبة، بس ناقصكن شوية مطر. بالمناسبة بكرة أنتوا معزومين عندي على الغذاء بمناسبة تجديد البيت واستصلاح الأرض. قدها وقدود يا أبو ميادة، إن شاء الله تظل ديارك عامرة. إن شاء الله. الله يعزك ويخليك. يا معزة هات طقم شاي ثاني. المهلي المهلي، هسه نطول الغدا يا ابو ميادة، جعنا يا خي. يلا يلا جاي جاي، خس الجوع يا شباب. يا الله. تفضلوا. صحة وهنا. شو هاد منسف؟ ولك ليش هيك عمل يا ابو ميادة؟ شو عملت يعني؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منسف كنا جوعنا حالنا يومين ثلاثة. طب ايش هكثير يا ابو ميادة، ما كانش في ضرورة، نحن ملناش غربة. كثير مثقلها يا ابو ميادة كثير. لك بدوا ايديكم هلق وكلوا هوا العن على القصة. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا ميادة هاتي ماي. يلا يلا شاي شاي. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا. هلا هلا هلا. يسلموا هديه يا مياده، كلوا صحه وعوافي ان شاء الله. طيب خير يا ابو مياده؟ شبه حاسس شيء مثل سيخ النار بصدري. مياده 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 مياده. خير خير يا ابراهيم، سلامه قلبك. الله يخدوه. سطحوا على الديوان. دخيلك يا ابو سليم. نطلع لديك شوي شوي. ما تخليه يجي دخيلك بسرعه. تعال معي يا ابو فرحان. تعال يقر. شو لك؟ قلت لي عامل عزيمه عنده بالبيت لك. اي والله يا سيدي، هيك قال لي اللحام ابو مسعود. وان شاء الله عمك ابو مسعود معزوم عنده كمان. لا يا سيدي مش معزوم ابو مسعود، بس ابو مياده اشترى خروف المنسف من عند اللحام ابو مسعود. خروف ومنسف لكان؟ اي والله يا سيدي. بدي اعرف هالرجال منين بجيب مصاري وبعزقها؟ منين منين بجيب؟ بعرفش. عليك العافية يا أبو ميادة. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شر يا أبو ميادة. الله يسلمك. عليك العافية. كيف تسلم يا سيدة؟ اطمنوا اطمنوا إن شاء الله خير. يعني بين شو في معه ولا بعد؟ الحقيقة قلبه تعبان شوي وبده مداراة.
يا دلي، يعني بده عملية؟ لا، يعني لليمت لحالاته ما بتنفعه العملية. إن شاء الله إن شاء الله على الحبوب والأدوية بيمشي الحال. دكتور، أنا باكل دسم كثير وبحب الهبر، إلو هالشي علاقة بوضعية ترى؟ لا لا، ولا يهمك أبو ميادة، ما له علاقة. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن إذنكم. كثر خيرك، يعطيك العافية دكتور. صحة وهنا إن شاء الله. عقلبك يا أم يادة. بتريد شي ثاني؟ أم يادة، بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي، اسا بروح لعنده. خير، شو بدك منه؟ بدي احكي معه كم كلمة قبل ما ودع هالدنيا يا أمي. إذا هي سلامة قلبك يا بيي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فوق راسنا. واك يا بنتي، شو طويل وشو قصير؟ خلاص يا أمي إذا، الرحلة انتهت، دوري بهالحياة انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني؟ بدي أعيش للأبد، للأبد ولك بنتي، لا يدوم إلا وجهه الحي القيوم. استقيمنا من هالحكي وقلي، شو أعمل لك اليوم؟ شوربة رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ يا متعب. هلا هلا فياض، شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو ميادة. قل لي شو اخباره، ان شاء الله حالته تحسن. لا والله يا ابو متعب، وبيني وبينك المرض طغيان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا عمي، تفضل تفضل. زيد فضلك يا عمي، سلامة قلبك يا ابراهيم، ما على قلبك شر يا خي، الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وأنا أدرى من العالم؟ ميادة تركينا شوي حبيبتي. حاضر بي. اسمع يا خليل، أيامي صارت معدودة وقلب المؤمن دليله، وباعتبارك خيي بريد منك تلبي لي هالطلب. ولو يا خي ابراهيم، تكرم عيونك، انت خيي الكبير وطلباتك اوامر، تكرم من عيني هاي قبل هاي. وبترجاك تخلي هالكلام سر بيناتنا يا خليل. ايه تكرم عيونك خيي، سرك كبير ان شاء الله. انا كان عندي صيغه ومجوهرات وشوي الذهب من وقت ما تجوزت، وهذول غاليين علي كثير يا خليل، وكنت مخبيهن وما حدا بهالدنيا بيعرف قصتهن. مفهوم مفهوم. وقديش يعني بتطلع قيمتهن؟ 900,000 ليرة. ولما ضاقت علي الدنيا وتسكرت البوابة وشي، حطيتهن بصندوق ورحت لعند مختار عنكبوتة السلطان وودعتهم عنده، وعطاني 400,000 ليرة دين شخصي. الزلمي الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير، وضل الصندوق عنده رهن لحين سداد هالمبلغ. قلت له يا مختار، إذا صار ما صار راح بعت لك المصاري مع أخي خليل. بقى أعطيه الصندوق بمجرد ما يعطيك المصاري. تفضل. وهي مفتاح الصندوق، ترجاك يا خليل، بترجاك تدفع له 400,000، واني مسامحك بقية المبلغ تبع الصيغة، وبيحق لك تتصرف فيه حلال زلال لقاء هالخدمة هذه. تكرم عيونك خي ابو ميادة، تكرم عيونك. خلص طلبك مجاب ان شاء الله. كثر خيرك يا خليل، وهلق بقدر.
بقدر موت وأني مرتاح. وهذه دشيش. يا أهل الديري، يا أهل الضيعة، رحبوا على المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. يا أهل الديري، يا أهل الضيعة، رحبوا على المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. مساء الخير عمي. مساء النور. المختار موجود؟ ايه موجود، تفضل. كثر خيرك. امين يا ارحم الراحمين. رحمة الله عليه وجعل مأواه الجنة. تعيش يا مختار. والله يرحم امواتك وامواتنا. وكثر الله خيرك اللي دينت خي ابراهيم وفكيت كربته. قديش كانوا الدينات يا مختار؟ 400,000 ليرة. على راسي يا مختار. وهي ال 400,000 ليرة وعدون. بسم الله. وفي أرض. وهلق يا مختار، يعني لو منكلف خاطرك الصندوق حسب وصية المرحوم. ايه تكرم، على عيني ورأسي. الحق ما فيهوش مني، هيك كان الاتفاق. تسلم يا مختار. تفضل يا سيدي. يسلم يا مختار. وهي الورقة راح أمضيها قدامه واعترف لك فيها بأنه أرض أخوك بريء الذمة نهائيا. أنه أرض يا مختار؟ الأرض تبع المرحوم خيك. شبهة؟ ولو كانت مرهونة عندي. الأرض مرهونة؟ طبعا، على أنه أساس دينته 400,000 ليرة لكان الأرض هي الضمانة. يعني المرحوم رهن أرضه مقابل هال400,000 ليرة؟ شو مفكر لكان؟ وانت اسا فكيت رهنها، وهي توقيعي بفكر رهن. بكرة رح ابعت هالورقة لعياله حتى يفرحوا. قل لي يا مختار، تعرف شو في بهالصندوق؟ لا والله، علمي علمك، هذا أمانة عندي. هو قال لي إذا إجا خي خليل أعطيه. وزنات حديد؟ أخي العزيز خليل، سددت لي ديني وفكيت لي رهن الأرض، جزاك الله كل خير يا خيي. وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف لي إياها الوالد، ويلي جنابك لطشتها مني زورا وبهتانا. إيه الله يسامحك ويسامحني، بس هلق رح تطمن روحي بأنه مراتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالأرض بإذن الله. أخوك المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. في شي خليل بايك؟